صوابع الاتنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها الخميس لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكح لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي يقعد يكح عليه. بس عليك كحة. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملين قهوه؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنا. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. فين الحصه اهو؟ ايه؟ الحصه ابتدت بقى لها 5 دقايق. اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول اخي برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقولي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه وترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ خميس. انت هو بره مدرسي خدع. خد الزمار. طب خد الزمار ده. بره يا فندم. انت هو الزمار يا خميس. بره. اكيد الوزاره مستقصداني والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى منى مرايه يا بنتي، ما انا كملي بقيت لبسك العريس زمانه جاي. ما انا لابسه هو يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. اشمعنى احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم؟ يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا رخه. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي. انا ما عنديش حريم لي اصرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه انت بتكوني جاي من حالك. بس باخدها على قد عقلها. سفرت ربوع انا من فضل انا مبسوط في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل تقلي في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العسل. لا لا ما انا هلبس حالا اروح اقدم. لو ليني الجلابيه انا روية. ايه ده؟ جلابيه؟ انت راجل انت ناوي تموتني ناس عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. انا يعني جيت إيه؟ اصل جيت اقول اللي يحبوكي وما قلت اللي يحبوكي، وانا قصدي اقول اللي يحبوكي. بذمتك انت راجل انت؟ وما نشيلش جزر. ما انت اللي لخبطتيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر طيب، اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتتدور والناس بتتقدم يا بني ادم. مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر هروح البس هروح البس. اتفضل. حاضر. يا دي النيله رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده ما بلبسه طبعا زي حانوت الخواجات بالظبط. تعال هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكي مش ولادي الزواج بيحطوا اكله دول. انت بتعمل ايه؟ أو ده اللي كان ناقص، الرجالة تمشي كلامهم على الحريم، والله يا عاد. ملونها بالسموم تسلموا الشر عليا بيه، إيه ده؟ مش هقول كده يا على فكرة، تقدر تقول لي إزاي وافقت إن الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رأيي؟ أصل الراجل يا ظريفة يا حبيبتي. أوه! قلت لك متمرة بلاد ظريفة، ده اسم بايخ. معلش. قول لي يا زوز. حقك عليا. قصد الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. كنت اقول له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا جيت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت؟ اهو النبي، وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف رايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما بشوفش حراره يا عم، والنبي ما بشوفش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحراره كل ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر طيب، اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطه.
ولا اقول لك بلاش البرنيط عشان البنت الخايبه نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ البس السلطانيه. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. اكيد انا الحق عليا اللي دلعتك ودلعت ابوكي، انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت، وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. عجبك كده يا سي بابا؟ بصراحة ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش، انت سامعاها وهي بتقول في مش يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسة بالسلخانة، هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم، ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار، وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي بفضل ارشاداتك العظيمة وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعية عصيبة. مادام بتقبض يبقى لازم تقول، والا اقعد في بيتكم وريحنا. سيادة البنناظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم بعدك من النهاردة صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل اركان المدرسة، التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي انا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفد من الوزارة بسببهم مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم ان شاء الله في اخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الاهلي. انت يا جدع انت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما انا هو واحد يا فندم مش كده يا استاذ تحسين؟ انا اؤيد اقوال الشاهد واطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله خصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. خلاص يا فندم يلا يا استاذ حسين يلا يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش انت الاول. اعوذ بالله يا راجل. ده انا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. انما انت استاذ تاريخ ليك منشنه ومرنه. خلاص يا استاذ تحسين يلا اعتذر لحضره الناظر وخليك ولد كويس. يلا يلا يا تحسين بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله انا في صداع يعني انا اسف. يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. عرش يا بنت انت هو على حصتك. مدرسين خدة وحياه النبي دول هيجيبوا لي بخ. انا تعبان يا خميس تعبان. بعدين معاك بقى المره دي عدت. المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه، ده راجل عصبي، يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب أجلك، اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما أجي أشرح تاريخ ألاقيني بقول تواشيح. ده برضه ما قابلتهاش، أسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما أعرفش عنها أي حاجة. حتى التليفون، كل ما أطلب النمرة ترد عليها اللي ما تسماش، أروح قافل السكة. ما كلمتش المعلم عاشور أبوها؟ كلمته قال لي التنضيع عليا يا سي تحسين. وخايف لا يكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع تعمل ايه في اللي يخليك تقابلها تاني؟ عرضك بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك وتهبشني ازازتين بايره وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب يلا يلا. الو 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 بترد يا جبان؟ اتكلم يا بجن انطق يا مغفل. اهو انت ايه ما بتردش ليه؟ شت. تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لو اكون جايبه كلب هون يطلعك من وسط 100 سماعه. ايه بس ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها. شوفها انت وحياتك. دي الساعة 5 7 بالدقيقة هتكون مع منى. بجد يا خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، انما انا استاذ عربي داهية، وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هاي الشاي ده بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده انا عامله بالصابون يا راجل يجنن. طيب طيب جاي اهو يا بيه. اهدى خف ايدك شويه. وجع في ايدك. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو
وهقول ده بارك يا استاذ هاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين لكن ما حدش اشتكى؟ يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكم يقول اه احنا نقول ايوه اه وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات ولازم تحقيق. اتفضلوا. هو متلقح عندك تعالى كل يوم والتاني خسران جابكم نصيبه. وافتح عنا الله يخرب بيكم. الله احنا خزقنا بقى. ان شاء الله سليمه يا مدام. شكرا. الله ده الحراره. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهاني كل حاجه هتمشي طبيعي ان شاء الله. تعالى يا اخويا. الانفلونزا ماليه البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشر عليك. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف عنك. لا ما تخافش خليك راجل. يا استا محمود. استا محمود. استا محمود مين؟ انا استا محمود. ايوه استا محمود. ايوه خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. افهمش هتلقى الوز؟ يا ريت بس سخنه. يا ريت ربك تتصنعت على ايه؟ تتصنعت على ايه؟ فين المخبط؟ اه خطيت امرك. دستور وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان فعلا ما فيهوش حراره خالص. بقاله جمعه ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش. مليان كلام حب وعواطف. محش غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادر اصبر اكتر من كده. من هنا امك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركه في التليفون. ما تبقاش مجنون تحسين. انا تعبان يا منى. الميه سخنت. بتغلى يا اسطى. انت بتكلمي عبد الحميد ترانك فاهمة يعني ايه؟ واحدة يا طبيب. شيل الغطا شيل الغطا. احط مين؟ النصران الاول. ايوه قالك هتعمله بقى. اسكتي يا وليه مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكركوعة اللي وقعت دي. التليفون الحرارة ضايعة. لما الحرارة تضيع تسخن المية تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيد. ايوه كده فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله تلاقي الو الو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعيد حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل. ريحة تخبل. وانت يعملوا ده؟ عليا النعمة لهريك وانا هنا. اي نعم انا مدرس تاريخ لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. انت اسحبتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. اتفضل ادخل. صباح الخير يا عم ناصر. مش ممكن يبقى في خير ما دام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضرة الناصر حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومة وعلى درجات ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخرة قلة الحياة دي؟ مسخرة يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجة. استاذ خميس افندم. اهي يوه. شوفها دي اصل انا بحبها والحب مش بايدي. الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ اتجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك.
قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشيرش البيه. بحبها بحبها يا عالم بحبها. تحب واحدة متجوزة من 20 سنة؟ دي تبقى جريمة يا فدي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسة منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكة بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزارة والا. من غير والا يا فندم. انا هوديها بنفسي ومش هتنقل من الوزارة الا يبعتوا صورة منها العشماوي شخصيا. شكرا. معانا فرقك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى دي؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وانا بحبها بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش يا بيه. اسمع مني انا بس، اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه، اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، ايه اللي تنكر وما تنكرش؟ بقولك بحبها 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 بحبها. يا جدع يا جدع اسكت شوية وبطل بحبها بحبها. اما تشوف المصيبة اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفد ومش هتلحق تتنيل. يا خميس اخويا. سيد الناصر، انما حدث حدث بيننا بنية بيضاء ناصعة لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله أكبر الله أكبر. يحيى اتحاد الطلبة. زميلي هذا قلبه يحترق. اه انا بتكلم جد. ما انا عارف. ما تبقى تيجي. طيب انا كنت بقول ايه؟ غبار. لا غبارة عليها، وانا رجل عاطفي لا اطيق فراق المحبين. فيا حبزاء اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي. بقول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، دي كاتبه على كيس مخده. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش. بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي نيه خلف ثمانيه. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضرة الناظر اتنين منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايا؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركات الجنان دي لازمتها ايه؟ توبة حضرة الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها، وخليها تسامحكم والا. من غير والا. هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. تفضل تفضل. روح يا شيخ روح. ان شاء الله. السلام عليكم. جريت منين؟ إيه؟ مش عارف. بقيت هنا. ايه؟ الرحمه يا ست ظريفه. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكيني انا، ارفديني انا. ام بوسيب. واي ام بوسيب؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. لا هيجي لك هيستيريا في نافوخك منك. لو اذا كنت شايل حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا اولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريفه؟ الولد راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفه. الولايه اتدخلت على الله. البقيه في حياتك. حياتك الباقيه. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا من القذر والمطاطا يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكوا، الخيرة فيما اختاره الله. ايه يلا. اتكل على الله. عايز يا اخويا قراءة. أنقذت حياتي. يلا يا سيدي. أنقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخف من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد العزم. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى.
الحمد لله. مع السلامة. اجيب لك قهوة بسكر يا معلم. ودي يا ريتني قهوة. الله يخرب بيت مخك. هات لي حاجة ساقعة وحاجة بشيشة وحصلني على فكرة. حالا. عينيا. يلا. ايه ده الاهل وسموكس وفي انت عامل بلدي ايه يا خدكو زي ما خدك مش عارف يا فين سموكس سموكس يلا يلا ما تاخذنيش يا ست هاني كل وقت وله اداب ولع معلم اهي بقى سالكه وزي الفل خف يا معلم جماعه لسه ما ربعنوش وانت مال ايه بقول ايه وانا ساي ايوه يا معلم شوشو عاشور لخرمعينا شوشو ده كان زمان عليا يا معلم تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوش قصدي المعلم عاشور عاشور غرض ويجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين وهو انت برضو عاوز استئذان برضو يا معلم ده حب قديم ومن فات قديم وتاه ولا ايه معاك حق بس برضو الادب مطلوب والنبي يا معلم كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي جتك نيله فيهم وفي اللي عاوز يحطهم على جتته تاني هم متلقحين عندك في البيت ابقاتلك تروشكل وتعالى خدهم كلهم ربنا يخليك يا معلم يا حنين يا حنين يا شيخ حنين يا فارت يا معلم ده انا اللي فاير قلت يا جميل ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح سيبها ملمومة ما خلاص يا زوبة من هنا ورايح مفيش جروح علي النعمة ولا الجن الأزرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني بس أنا خايفة يا معلم قوليلي خايفة ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل شوفي حكمة ربنا انت تتجوزي وتبقي أرملة وأنا كمان أتجوز وأبقى أرملة هذا جناه أبويا يا معلم وجناه أمي كمان هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس أبوها اللي لازم أتجوزها اللي فات مات يا معلم على رأيك المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله الحقيقة انت فاجئتني يا معلم والموضوع ده عايز تفكير خلاص اسيبك تفكري على مهلك نعم افكر ده ايه يا اخوي انا موافقة ولا انت هتتمحك زي عوايدة الله يخرب بيت شيطانك طول عمرك دم خفيفة مضروب شوف يا مولى الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى الخميس اللي بعده فرحنا ده وانت يا دلوق بنجني لحد الخميس الموعود بسم الله الله
مش مصدق عيني. من هو بين ايديك؟ تعالي بقى كده حد بقى اقف كده. الله، انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين؟ قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى تبقى ليه منى. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بدو الواد خميس ده قاعد يقول لي اربح لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعة تتخاد الواحد يتهاله حاجات نيلة خالص. ايه اللي نيلة يا نيلة؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواحد خميس يقول انت بتاربع ليه وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني بتشبه عليا. وفي الحقيقة الوش العكر ده برضو مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظة. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك، هي سايبة ملهاش أم تحميها. يا مرحبا. تحسين يا خبر. تحسين تحسين ايه يا حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ أمك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه الله روحها. لا يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي طيب قوي خالص. النهارده ابيض. النبي تحسين النبي. توبه ان كنت اربع تاني. توبه والنبي توبه. ايوه يا واد عرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. احمي ايه اللي بتعمله ده قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع ارباع بقى. رد عليا هنا. ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك تاجي تلعب دم يا واد؟ مش تختلش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا بقى. ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شبه كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قايل الفاتحه عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش يقدر يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت تاني طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني، والله العظيم امك اهي. وعدل ايه زهير بقطع السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوفه. هو مين؟ حانوت الكلب اللي دفنها. كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تعرفش. تحسين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم مع ماما بالشكل ده. الله منى تعالى هنا يا اخي. انت وليه انت مش اتكلت على الله وسبت في البكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما تطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بقى حالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنتي اهدي امال. تحسين معذور، اصل امك صعبه قوي، ما تتنسيش بالسائل. يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خليت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه مين تحسين. اللهم تعالوا خير. حد يخرج في الليله زي دي؟
مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور تقول انت فاهم يا ابن حفيظه ان ملهاش ام تحميها، ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظه ظريفه. يا سلام. والمصيبه لما جيت اقلع هدومي، انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي. ايوه مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه. لا اكيد. عملت لي فضيحه. راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يا قليل الحياه؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشه؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها، فبنتها تقول ابقى انا مرات جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. ايه ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الآخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. أعمل لك فنجان قهوة. قهوة إيه يا خميس؟ أنا عايز أذكر عشان أنساها، عايز أربع. تحسين عاوزي أربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟ يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى انا ليله دخلتي عليها اربحت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك تطشت في مزاري واتجوزتها. وانتيت يا بابا؟ كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرت يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه يا منى انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريحي شويه والصباح رباح. قربي مني شويه يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك. انا بعبدك. انا خميس. والله ما تكوني جمعه حد. هقول لحنظر يا خميس. يو انا بغير بقى. بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق. تحسين. امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى؟ منى؟ يا منى؟ حبيبتي يا منى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. أمال فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف، ما لقيتوش البيت. يا بابا لا يكون جرى لك حاجة. ألف مبروك العريس لقوه. أنا عاوز الحلاوة. حلاوة يا جدعان؟ أنت فاكره معزة تانية؟ العريس أهو اتفضلوا استلموه، لأنه من ساعة كان انظري على الوصل. الله يخيبك راجل، لما أنتوا مش قد الأرباع بتتنيلوا بتربعوا ليه؟ وأنت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمة. بنا أنا آسف يا وحدتي، أنا مش بتاع الحاجات دي، أصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده وقول لي خد أربع، وفضلت أربع أربع أربع. لا
لحد ما بقيت كفته. حقك عليها حقك. انا عازمكوا على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حلال محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، عازمكوا في احسن حته. Bitter, 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 bitter.
بسيب الباب بحماس. طب ما كفاية عليه الأجرة. أبدا لازم بالترباس. أصل يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس. خلوني بقيت مسكين ليل نهار الحالة نفسية. معرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية. فهم غلط كان الظروف حط النعم فوق الحروف وريح قلبي طمن بكر شبابي. كنت الأول سلبي كلمات وانت تقول رد الفعل عندك بس بكل بساطة. اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ فضل يا دكتور. منى وردة حلو. حماتك بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اكس الله يكسفك. في ايه مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو ودنين. انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين. انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. ها معلش يا معلم اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي اتحقق يا معلم. هو دلوقتي في نوبة صراحه وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. كفر اسود ومنيل بستين نيلة، يعني بنت اتجوزت حرمة. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرا. وبعد الليلة دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قالك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحدة، تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. اشقط؟ انا؟ انا على اخر الزمن كلام سهل على كده. خلاص خلاص. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور. ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر انا وبنتي يا استاذ. امري لله بس ما حدش يقول لحناظم. شوف
انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله. تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس واخد لي بالك، وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة، وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. ايه الخبر زي بعضه يا جدعان؟ يعني الراجل يبقى قاعد في اوضته وقافل بابه عليه، وانت تراقب وتكشف ستره كمان؟ وبعدين؟ وبعدين؟ دي سكيروشيا يا معلم. استر انا بس هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمة ان شاء الله. سليمة. تعال 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 معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. وفي ايه؟ الحمد لله اللي جزء مخلوق يا معلم. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم صبر. طيب ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تربيع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف ايش ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني الحكايه بقى بالظبط. اصل منى الاخرى لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتذه. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبة هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. بصحتك. اتفضل. اربع دول عبال ما وضب لك السرير والاوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ اكيد الانتفوريا واضحه علي. مشوار صغير رايح اقضيه واجي. طب اجي معاك عشان انا بخاف اقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. مش انا اللي عاوز ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. ها يا صيفي. قلت لي ايه؟
في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس. خمس دقايق وهنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له هروح على لك اللي انت عايزه. انا شوف حد لك اللي انت عايزه كله، ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا مدام. اتفضلي سعاده البي، المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ قليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى انا هتفرج. راجل ولا مش راجل؟ انا انضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ خسارة عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول لها سعادة البي هناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل، وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. لا انا مالي باللي بتقوله ده كله، طمني الاول هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع مولى. ايه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك دهوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا، مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم، اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا، خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه، كنت عارف ايه وشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيه والمهيبات عندها. عن اذنك بقى نلبس حاجه عليا عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. انا خايف على الدكتور اللي هيتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبه، مش عايزه. حياه النبي عيني وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جاي عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي برا ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضل يا سترولا، خش برجلك اليمين. مش معقول بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبيني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ مين انت؟ مين ده؟ ما انت مزيد لولا. هي دي مزيد لولا. ايوه انا بتاعت التجربة يا معلم. ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانية واحدة. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه؟ وايه مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضة قوي. عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحدة. دين ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزين يقطع الخلل. فاهم يعني ايه؟ هتقعد تتفلفس انت؟ تروح توديها له مالكش دعوه. ليه اتصرف ولا امتى؟ يا وليه يا ابو سيدي. لا انت بتحبني يا وليه. انا لو عاوز حاجه وارحم ده هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤس. انا حد عامل لي عليها؟ اديني بؤس. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني، اوعى تخاومني ابدا يا وليه. اتعبك ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا ما كده. جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا دول الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا حتى
هتعلقوني من كتر ما لا ما عني لا ما هنا انا بس هفهمك انا جيت لك اهو يا عينيا ولا زيك اهو في الرجال والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكالة من غيرك ليا يا اختي يا شربات اختي يا وليا اللي اختي شواته اتلمي وخلي في وشك دم هي اللي تشوف انك تتلم تدوب ثوابات وتموت موتات وتسيح سياحات وتروح وحدك كده بالاحجار احضني يا معلم يا مبين عيونك وحش عيوني دول مش عايزين يشوفوكي يا اللي مش عليك مكتوبه وبعدك عني رتوبه طب اعمل ايه معذوبه ودنيا بقت مخطوبه ادي صوبة صحة لا انا انا ادي صوبة صحة لا انا انا ما تفكرش فيها وادي صوبة صحة لا انا انا هي اولى فيها ومن السهل صحة لا انا انا يا معلم يا معلم يا معلم يا زي بعضه روحنا في داهية اهدني يا معلم يا شيخ اتنيني انا دمي هيب بقولك ايه تعالي هنا معلم فين يا معلم تعالي لا انا فين خش الاوضه لا لا تعالى معايا هو هنا هو معايا خش يا مش طالبين على ايه بس حاضر مين جابك جنبيك ازيك ايه اللي جابك دلوقتي انت المرة رايحة ازور واحدة جارتي عيانة وجيت اشوف تحسين هاي قال ايه الدكتور دكتور ايه ده انا عايز دكتور يا دوبه عيان يا لهوي يا معلم بس حضرتك منتظر اما جيت من زمان حضرتك مش عايز لا انا ضمن الفيزوم بس مفيش داعي مش لزوم الفيزوم مفيش داعي يا ستي بس والله بس غالي عليا الله يخليك يا لعبد غالي عليك بص غالي عليك مش عايز حاجة مش عايز انت عارف مش عايز ناخد
انا معلم. انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله، ودي تطلع مين دي؟ انا نجوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش، بقى يا راجل تسرب منى والشغاله وتبعتهم عندي عشان تعمل عمودك السودا دي. وربنا يذوب وانا بريء. اخي انت شايفني انا ساعه. معلش طبيعي بس شويه معلش. فاهمك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتكلميني وتحكد عليا دي؟ سيبيني في نسبتي ونسيب اتجوز بنتي يا بني معروف. يا خيبتكم يا خيبتكم، مش كنتوا تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفوا؟ اهو ده اللي حصل. انا هتصرف. يعني مؤاخذة انت تستقضى حاجة بمعرفتك. اسكت انت يا خدتك يا خدتك. بذمتك خدت ثانوية عامة؟ بس شو يا انت بس يا معلم. انا اتكلم الو كباريس وصار المراهق. مدام نونة من فضلك. نونة؟ أهلا نونة. إزيك يا نونة؟ يا بنت سامة أنت يا حلوة. أنا دكتور ويليام. نونة أنا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانة مهمة أوي. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا عامل احسن مستعجلة، ابتدي جلسة بسرعة. جلسة ايه يا استاني؟ اكيد حضرتك غلطانة، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امرك. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان انت بتدرس مره بابليون برابر. بابليون برابر كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاعنا ده بابليون برابر ما لقاش الراجل بتاع المعسل. ام قالت له انت ما لقيتش لما ام بابليون برابر ما لقاش. عظيم عظيم. اخيرا اطمن هنا. خف شويه علي، خف شويه يا معلم. دي لسه مرحله تمهيديه. وتحديد بعد ابراهيم باشا جوا على طول ذاك. ايه ده دكتور؟ مبروك يا معلم. ألف مبروك. الأستاذ تحسين في غاية القوة والحيوية والنشاط لدرجة إن الجهاز أعصابه ما استحملتش. إيه وسيبة العراجل. وسيبة العراجل. وسيبة العراجل. وسيبة العراجل. أشكرك يا رب. تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحالة اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي أقدر أقول لكم إن الحالة بسيطة، ما تخافوش. حلاوتك أنت. قول قول زي ما عجبك. قول. أقول لك حاجة خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. هذا الاستاذ. ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. ما
معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب. كان لازم اطمن ان اللي ما تسماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين، ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ انا زعلانه عليك انت. وانا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري احلم بيكي واتمنى اكون جنبك، ويوم ما اكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي، انا جنبك وهفضل جنبك لاخر يوم من عمري، ودي كلها ازمه وهتعدي على خير باذن الله. يعني هنقدر ن تحسين. بقولي لا مش هنا. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوق. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى زوبه، الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. صبر يا زوبه صبر. هشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير. ما كنتش بقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش، تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا 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 بلاش كده زوبه بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. داكس داكس استنى استنى وحدي استنى. خش انت روح خلي دي هنا لقناة فلسطين وحياتك. هنا طارق يا ده يا بحتين اطلع حضرتك. يا لهوي امك ماما ده يا شايفه بقى علاج دماغي عاجبك كده؟ هيسرقك لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها، ده بعدك خلاص والنبي لا كنت شاربه من دمك النهارده. عليكي اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده.
سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده، ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض انتوا الاثنين. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. كانت خيبه تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا ولاد؟ ايوه. ما هو قله إيه ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى، ها واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوه كده ليه؟ انا حاسس بطراوه. ايه يا ولية انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ غسيل كويسي؟ لا كده اعطف بقى وتبقى حكاية. ايوه باي باي. الهدوء الهدوء يا ابن المجنونة. اه خليك كده خليك يا ولية، هات الهدوء ولا حاطه فيك العايد ما بلك. يا بنتك يا نور دوم يا نور دوم يا حلوة. يا ولية هات عايز بقولك عايز بقولك الهدوء احسن مع حالك عايز حاطه امرك فيك العايد ما بلك. ايه يا حبيبي؟ ايه بس ايه انت يا حبيبي؟ عبد البوش انت البوش يا روح. باي باي جود باي باي باي. انا مره دور انا مره يا ولية ما صحش يا ولية، هات الهدوء. يا ولية راحت فين؟ يا ولية هات الهدوء. يا ولية يا ولية ما صحش كده، عبرك يا ولية عبرك كده. سيب ال سيب سيب ال يا ولد عادل تحسين. بصلي يا ولد الشرطة اهو 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 اهو. يا نهار اسود الشرطة اهو. يا ولد احتاج على دمك وعد البتاع. لا انت خليك الشرطة خليك ايه على نارك. باي باي باي. انت استاذ انت استاذ، ما حدش ينزل الحمام بهدومه داخلية. اللي انت بتعمله ده عيب يا محترم. اصبر عني والله يا محترم. طب اتفضل اتفضل اطلع بسرعة. ما اقدرش. وجودك في الحمام جرحة. وطلقي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالى هنا بسرعة. خلي الراجل يطلع من البحر. يلا بسرعة. اوعى حد يقربني. اوعى حد. هتطلعوا ستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجه. المساله هتتكشف. اوعى يا كده الله الحريم طلع الحريم. انا ماليش دعوه طلع الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه. تعال هنا تعال. ايه الحكايه؟ هو مسجل معاكوا ليه؟ مش عايز يطلع ليه الراجل ده؟ قال يا بيه قال سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من حاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاستك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان استك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع. وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 بس. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده. مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي دي اللي ما تطلعش تاني. اصل انا بفتح الباب دايما. تبص تلاقي هي طالعه في قلب فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطة ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفنا قدامه وقعد يهزق فيها ده التلامذة؟ يخرب بيتك هما سابوك تاني؟ انت عايز تعمل لي ايه يا ولية اسرع؟ يا بابا يكون في علمك لو تحسين جراله اي حاجه انا هموت نفسي. ارضى عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصة يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحتين. حقك عليا يا ست، أنا غلطان. هات راسك أبص. أوعي شيل إيدك، أنا جدتي متلبشة. طيب إيه رأيك لو سهرت معانا الليلة دي
في النادي الليلي بتاع الاوتيل. مفيش مال. اسباكيتي والفراخ بتاعت امي. عطاها فين؟ ايوه هنا يا ابن المفضوح. اتفضل. دي اللي امك مربيها؟ دي مراتك اللي مربيها. اكلك مين ايه؟ اتفضل شيف شغلك. حاضر. اعوذ بالله. اجيب لك فحل بصل يا حماتي ولا تحب بابا غنوج؟ اما في حاجة مرقص مع حماتك. لا ايه؟ واحد مرقص مع حماتك. ممنوع ترقص مع حماتك؟ ايوه. هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها دي؟ اعرفني بيها. اتعرفني بيها كمان؟ استاذ ويليام مدير الاوتيل. حماتي. لا احنا اطلعي ده بقى. ممنوع البوس. حسنا انا متأسف فاتتني دي. اتفضل. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم بجد تاخد كام. الحقيقة يا ابويا. مبسوطة ستي؟ معلش يا تحبيبي، نشوف لنا أي لوكاندا تاني. مش ممكن. المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يخليلك بعقلك، أهو طول ما أنت على الرصيف كده وأنا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان أمك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده. ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. إحنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح. وساعتها حلها الف حلال. استريحتي؟ قوي. ما دام هتستنوا في الشرق للصبح يبقى انا مطمنه قوي ان مفيش حاجه هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي. وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده؟ هتلاقيني بقضم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكل على الله. يلا. ايه ده؟ انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده ببيت ابوك؟ يا ست انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكر وتلاقيه حجيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هطلع. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما.
لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي الله يرحم ايام ما كنا بنشعبة الترماي. سامعة؟ معلش. تاكسي اتفضلي يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل ست هانم للوكام ده اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزاه ايه للوكام ده يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي على هذه الوكام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ يا شباب تاكسي 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 تاكسي. حاسب ياسر اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجه؟ يا اخوانا عيب العمال دي. اي ايه ده؟ بتخلوا عندك دم بقى. اتفضل انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ده اللي بيحصل لنا. حد كلمهم؟ ايه البوا خدتها؟ ايه ده؟ هو مفيش كوس يعني؟ يلا يا واد خلاص يا دي. يلا يلا بينا. يلا خلى على وجه زوق بقى. يا شيخ بالهم. ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عندي بتاع ضربه وبتاع. ايه؟ فوضى.
لا ما هو ما تتجسميش كده بقى احسن اتجسم انا كمان. امي دي حاجه جديده عليا. دي حكايه بسيطه خالص. عارفه كل الحكايه ان احنا بنتلخبط على بعض ونقوم خايفين شويه عيال. طب لخبطني بسرعه والنبي. بسم الله الله اكبر. الله اكبر. تعمل ايه؟ نايم على عينك. حاسس ده مش غريب عليا يا مالك يا معلم؟ مش عارف. معلم ده مين؟ ظريفة الحقوني. يا معلم يا علينا مالك فضايح. فضايح ايه؟ انت ما تستحقش كده يا ماما. يا بابا لا بقى بعد الهنا اللي هنتهولك راح تتجوز عليا ان ما فرجتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاش انا بس هي. يا اخوانا قولوا كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا. دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتها كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت قصدي بتاع ارواح ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا دي بسيطه. اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشاها وكانت دايما ظريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى؟ اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعده. بلم بلم بالبليله. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مدبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وانسانية. هندور عليها بهمية. المهم استنى عليا شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت. اكيد هتلاقوها دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا اخي تتكلم تودي نفسك في داهية. زمانها بتاكل دلوقتي مفتاة يا عم شبرخيت. عزوبة ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا اخويا. الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبرخيت؟ الوصول تبعتولها الاول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من القنصلية. ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبرخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا. انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبرخيت ارجوك تحاول. انا من ناحية الاجر انا هكتر وهناول. والراحة يقولوا يا ريتنا كنا كترنا. واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير كنت عايزيني في ايه؟ ظريفة يا اما ظريفة انت عارف عشقي. وانا والنبي كمان انا عايزة اتجوز. دي مدوخانا كلنا يا اسطى حفيظة. الولية دي مش ناوية تجيبها من بره. هدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم؟ قلب الدنيا موقعة الملائكة في بعض والشياطين في بعض. خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضي بتقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجات لكم. والعمل ياما مش عارف تعيش. دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك سيبوها لي انا.
انا من زمان معروفه منها. علي النعمه طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجا غيرك. والله يا عالي بتعملوا اجتماعات سريه من ورايا؟ انت جاتي يا ظريفه من ورايك اسود؟ اللي جابك هنا يا وليه؟ بتعدي صوتك على اقدم منك؟ مش عامله حساب للاقدميه يا قبيحه يا قله الادب؟ يا ناس يا بورا ده دول ما هم مش عايزين نناسبكم وبالعكس هيتجوزها غصب عني. من ده؟ سيبك انت تتسلبي وتروحي لهم البيت. سيبي يا بنت بس في واحده هربانه من عندكم مبهدلانا الدنيا هنا يا بنت. سيبي يا بنت العنوان شارع الشرفه نمره 4 الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. طب يا بنت لا ما تخافوش عليا انا ماسكاها من غمارة رقبتها. اهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطة الاتوبيس عشان ارجع لكم ومش عارفة زحمة مواصلات بقى. اتفضلي اتفضلي قدام. لا ليه دي سبيريت يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي روحي سيبي.